طيب دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر، نعرف منه اخبار المرور والنهارده الحد ومدارس بقى واول الاسبوع. قول لنا يا كريم ايه الاخبار، صباح الخير عليك. صباح الخير يا هدير، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. فعلا النهارده الحد اول ايام الاسبوع، وفعلا الناس خلاص يمكن المدارس معروف دايما اول الاسبوع ده حد والاثنين بيكون يعني بدايه الزحمه اللي بتقابل الناس اثناء ذهابهم بقى لاعمالهم، خصوصا بعد ما بيوصلوا اولادهم للمدارس يمكن المواعيد كلها بتتقابل فالطرق بتبقى فعلا زحمه جدا. ولكن خلينا نتكلم بقى دلوقتي على الطرق اللي ممكن يكون فيها سيوله مروريه تقدر الناس تستخدمها، والطرق اللي مزدحمه نقدر نوجه الناس ان هي تتفاداها عن طريق طرق اخرى. خلينا دلوقتي نبتدي بواحد من الطرق المهمة جدا وهو الدائري. الدائري يمكن ليه كذا منطقة أو كذا وصلة، هنبتدي بأول وصلة فيهم وهي وصلة الدائري المريوطية. زي ما احنا شايفين كده وصلة الدائري المريوطية، هنلاقي فوق وصلة المريوطية المتجهة للمعادي، هنلاقي فيه وسيوله مريه عاليه جدا دلوقتي في الفتره دي. اللي حابب يستخدم وسطه المريوطيه المتوجهه للمعادي يقدر يستخدمها دلوقتي. ده زي ما احنا شايفين في كوبري كده، دي الوسطه الجديده. تحتها على طول في بقى طريق المريوطيه الدائري نفسه اللي العربيات متجهه فيه ناحيه اليسار، ده اللي جاي من الواحات والرمايه والهرم. هنلاقي زي ما احنا شايفين في سيوله مروريه عاليه جدا، اللي حابب يستخدم الطريق دلوقتي يقدر يتوجه ليه. لو جينا توجهنا للشاشه اللي تحتها على طول وده استكمالا لطريق المريوطيه، هنلاقي فيه اتجاهين. هنلاقي فيه الاتجاه اللي قادم من الرمايه والواحات، هنلاقي فيه سيوله مروريه عاليه جدا، ويمكن كمان الشاشه موضحه وجود الخدمات المروريه موجوده في الشوارع لتامين الطرق وتسهيل برضو حركه المرور، يعني احتياطي لو هيكون في اي نوع من انواع الازدحام. هنلاقي كمان الناحيه الثانيه المتوجهه للرمايه والواحات وطريق اسكندريه الصحراوي في سيوله مروريه عاليه جدا. زي ما احنا شايفين هم ثلاث اتجاهات مع بعض، ولكن اللي حابب ينطلق دلوقتي في الطريق ده يتوجه لاعماله او يتوجه لشغله هيقدر يستخدم الطريق ده بمنتهى السهوله. لو رحنا كمان لوصله ثالثه وهي مهمه جدا وهي وصله البحر الاعظم على الدائري، طبعا بعد التوسعات النهائيه بقى لنا فتره الحمد لله كل ما بنتابع الوصله دي بعد التجديدات والتوسعات اللي موجوده واللي بذلت لسه برضه بيعملوا عليها، الحقيقه في سيوله مروريه على طول في المكان ده من ساعه ما تم تجديد المكان ده. ولكن يمكن قبل البحر الاعظم شويه بيبقى فيه موجود الكنيسه او منزل السعيد، بيكون طبعا مزدحم شويه عشان لسه ما زال التوسعات جاريه فيه. ولكن بعد ما بيعدي التصليحات والتوسعات الخاصه بالكنيسه بتوجه للبحر الاعظم زي ما احنا شايفين في سيوله مروريه عاليه جدا. ده فيما يخص الدائري. لو بدينا نتحرك على ثلاث محاور ثانيه وهي طرق سريعه، هنبتدي باول طريق فيهم وهو طريق السويس. طريق السويس اللي حابب يتوجه دلوقتي زي ما شايفين، يعني يمكن بعد ما عدينا الاوقات اللي فاتت الخاصه بالعاصفه وخاصه بالاجواء المضطربه، يمكن النهارده الاجواء مشمسه، فاللي حابب يستخدم طريق السويس طريق سريع طريق سفر يقدر يستخدمه. زي ما احنا شايفين الاتجاهين في سيوله مروريه عاليه جدا، يمكن كمان اللي باين جزء من كوبري او وصله السويس للدائري الاقليمي كمان يقدر يستخدمها. زي ما احنا شايفين في سيوله مروريه عاليه في الاتجاهين، ولكن طبعا لو هنستخدم طرق السفر لازم نلتزم بالسرعات المقرره حفاظا على سلامتنا وامننا. لو بصينا لمحور ثاني وهو محور هام جدا للطرق السريعه هو محور 26 يوليو. محور 26 يوليو في كذا جزء، الجزء اللي قدامنا ده اللي هو فوق شارع السودان او منطقه شارع السودان، زي ما احنا شايفين في سيوله مروريه في الاتجاه المتوجه ناحيه السادس من اكتوبر قادم من شارع السودان او قادم من ميدان لبنان، في سيوله مروريه عاليه جدا اللي حابب يتوجه للسادس من اكتوبر دلوقتي. اما الجزء اللي قادم من السادس من اكتوبر بيستخدم المحور، هنلاقي فيه كثافات مروريه متوسطه وفوق المتوسطه فيما يخص الجزء الخاص بشارع السودان. واول ما بينتهي من شارع السودان يمكن بدات اهي بالفعل الزحام تكون موجوده. اخر كمان محور 26 يوليو في زحام كبير، يعني في تكدس مروري دلوقتي، اللي حابب يقدر يتفادى يا ريت محور 26 يوليو. اي حتى الكثافات ابتدت تزيد وانا بتكلم دلوقتي، عشان كده نقدر نتفادى المنطقه دي بان احنا نستخدم طريقين، الطريق الاقليمي او الدائري الاوسطي يقدر نستخدمه عشان نتوجه للمهندسين. لو انت بتتوجه من اكتوبر او الهرم تقدر تتوجه للمهندسين او مصر الجديده عن طريق الدائري الاقليمي او الاوسطي بعيدا عن محور 26 يوليو، لان زي ما احنا شايفين التكدسات المروريه بدات بالفعل تزيد. لو رحنا لمحور ثالث مهم جدا
وهو محور الاوتوستراد. الاوتوستراد يمكن دي كذا اتجاه زي ما احنا شايفين فيه حاليا، واحنا بنتكلم فيه سيوله مريه في الاتجاهين، سواء الاتجاه اللي رايح ناحيه مدينه نصر هنلاقي فيه سيوله مريه عاليه جدا، او الاتجاه اللي جاي من صقر قريش والمعادي فيه سيوله مريه جدا عاليه جدا يقدر الناس يستخدموها دلوقتي. طبعا بطبيعه الحال او دلوقتي يمكن الساعه 8:30 و5 تقريبا، وخلاص الناس ابتدت يعني خلاص ودت اطفالها المدارس وابتدت تتحرك على اعمالها، فالاماكن دي نقدر نتحرك فيها السيوله المروريه. اما طبعا الاماكن المزدحمه زي المحور 26 يوليو زي ما شفنا دلوقتي نقدر ان احنا نتفاداها بان احنا نستخدم الطريق الاقليمي او الطريق الاوسطي، هيكون اسهل واسرع، بس اكيد بناكد على الالتزام بالسرعات المروريه المقرره حفاظا على سلامتنا، وكمان زي ما شفنا في الخدمات المروريه بالفعل موجوده عشان تساعد لو في اي تكدسات مروريه ممكن الواحد يواجهها. والان اعود اليكم مره ثانيه. يعني كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من الاداره العامه للمرور، بنشكرك وبنتمنى طبعا يعني تستمر حاله الانسيابيه او السيوله المروريه دي حتى الساعات يعني ساعات الذروه تحديدا من اليوم. شكرا كريم مره ثانيه.